من 4 سنوات أطلقت مؤسسة سينما لبنان لنوي دي مبروك سهرة خيرية بعود ريعة لدعم هالجمعية يلي تعنى بشؤون السينما اللبنانية والسينمائيين وبتدعمهم من عدة نواحي مادية وورشات عمل. هالعام تم اختيار تكريم الموسيقيين اللبنانيين يلي قدموا موسيقى أفلام عديدة. فتم اختيار كل الأفلام يلي تم صنعها من سنة 2003 لليوم وهو تاريخ تأسيس هالمؤسسة. فتم توزيع الجوائز خلال حفل أقيم بالوان ضم عدد كبير من أهل السينما والمجتمع يلي استمتعوا بأجمل الأغاني وموسيقى لأفلام لبنانية. بدأ الحفل مع فرقة خالد مزنر يلي لعبت موسيقى أغاني أفلام كراميل وهلأ لوين يلي من إخراج نادين لبكي. تبعوا مقطوعات موسيقية لزين حمدان من بعض أفلامه يلي هن أوتيل بيروت من إخراج دانيال عربيت. الختام كان مع توفيق فروخ وفرقته يلي أدت مقطوعات موسيقية عديدة. تخلى الحفل أفلام وثائقية عن موسيقيين لبنانيين وعن أهم إنجازات مؤسسة سينما لبنان وعن أهم إنجازات موسيقيين وصلوا للعالمية مثل جابرييل يارد والرحابنة. هيدي سهرة ردناها للسينما، تكريم للسينما، وكل سنة عم نجرب نعمل أحسن من السنة اللي قبلها. نحن شو الهدف؟ هو إنه نسلط الضوء على المهن المختلفة اللي هي وراء الفيلم. أول سنة بلشنا بالكرمنا الممثلين، سنة بعد المخرجين، وهالسنة مثل ما بتعرفي مؤلفي موسيقى الأفلام. حفل الممثلين إلي متري ومروى مروة. المؤسسة اختارت 30 فيلم يلي تم إنجازهم من سنة 2003 وبعدها لجنة تحكيم خاصة اختارت 10 أفلام واللي هن أفضل 10 أفلام عندهم موسيقى تصويرية وتم وضعهم على مواقع التواصل والجمهور كان له الكلمة الأخيرة. أحلى شيء الواحد يألف لفيلم عمل لك هالشي لأنه مثلا أمرار نحن بدنا نألف لدعايات مثلا ولما المخرج بيجي لعنا تيألف للفيلم تبعه بيقلنا بدنا انت شعورك بدنا موسيقتك. يعني دايما الناس بيحضروا فيلم وبيحبوه وما بيفهموا ليه هالقد بيحبوه، بيطلعوا من الصالة وعندهم شعور للفيلم والموسيقى اكيد تلعب دور بهيدا الشعور اللي بياخدوه معهم على البيت. في موسيقى افلام بتحسن الفيلم او بتساعد بتوصيله للناس، في موسيقى افلام بتجيب اجله للفيلم اوقات كمان. هلا لهالتكريم بالعكس يعني هو لفته مميزه ومشجعه للموسيقى بشكل عام، بس بيضل انا بحس هيك العمل الموسيقي بالنسبه للسينما بيضل شوي هامشه الا اذا في نوع من المخرجين بالنسبه لهم الموسيقى بتكون اساسيه من ضمن بتفوت بخدام التأليف. فالجائزة الأولى كانت من نصيب نديم مشلاوي عن فيلم غدي يلي من إخراج أمين درة. الجائزة الثانية كانت من نصيب خالد مزنر عن فيلم كراميل من إخراج نادين لبكي، بينما الجائزة الثالثة كانت من نصيب سينتيا زافين عن فيلم الرجل الآخر لغسان سلهب. أما جائزة لجنة التحكيم كانت من نصيب فيلم جوفوار يلي من إخراج جوانا حج توما وخليل جريش، فحصل على الجائزة الموسيقى شربل الهبر. الموسيقى هي لغة تانية بالفيلم غير الكاميرا وغير الحوار، هي بتوصل أكثر المشاعر واللحظات، بتعلم على محلات، بتزيد شغلات معينة، والموسيقى كتير بيتعب لحتى يوصل هالأفكار بدون ما يقول، بيقول بس بالآلات. مثل ما الصورة بدها تعكس شو بده يقوله المخرج، في الساوند بده يعكسه اللي هي بارت الموسيقى بارت كبير منه يعني، وأكيد المخرج والموسيقى بده يكونوا إن هارموني بشغلهم يعني فهمين على بعض 100%. شغلة كتير كتير مهمة الفاونديشن، انه هالتكريم اللي عاملينه، لانه الموسيقيين
اللي عم بيكتبوا موسيقى للافلام مش معروفين، يعني بينعرف الفيلم بس المؤلف الموسيقي مش عم بينعرف، فشغله كثير كثير مهمه انه بلبنان تصير مؤلفين الموسيقيين، شغله مهمه لانه نلاحظ احنا انه الفلوم الجيده لها اثر كثير الموسيقى، يعني منحس نوعا ما انه شو عم بيبسطنا، يمكن منشوفها داخلنا يعني، وهيدي شغله كثير حلوه. انا حبيت قبل ما اترك اني اسس هلا، لانه وقت قلت انا بدي حط ايدي فيها وهيك صار. مثل ما تفضلتي ابدا ما بيسلط الضوء على الموسيقي، واللي يعني هو يعني سينما شيء اوديو فيزوال سمعي ومسموع، بنركز على الصوره ننسى الصوت، بس بلا الصوت الفيلم بتوطى كتير قيمته. منطلق هيدا يعني الحفلة الليلة لتكريم هي مبادرة كتير جيدة بتسلط الضوء على أهمية المؤلف الموسيقي يلي هو إذا بدك شوي بعض الأوقات بيكون مثل الجندي المجهول مش معروف يعني. لنوي دي مبروك أصبح محطة سنوية بينتظروها الكتار، وسنة بعد سنة عم بيكرم مجموعة كبيرة من السينمائيين.